Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن مرحبا بكم في قناة ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة 112. Exercice 20 dit, dans chaque cas, dire pourquoi on peut déduire des données que le point G est le milieu de AB. On a juste les halat, هذا المثلث الأول وهذا المثلث اللي هو داخل نصف دائرة. إذن قال لك في كل حالة بينا علاش هاد الجي اللي كاينة في هاد المثلث وفي هاد المثلث هي لو ميليو ديالو. إذن غادي نشوفو الحالة الأولى. إذن في الحالة الأولى قال لك إي جي كا سي، ها هو إي جي كا سي إيت أن باراليلوغرام. أشنو هي أن باراليلوغرام؟ هو متوازي الأضلاع. إي ملي تنقولو متوازي الأضلاع يعني كل ضلع موازي المقابل له. مثلا إي جي إي باراليل أ سي كا، إي سي إي باراليل أ جي كا. اي اي لو ميليو دو ا سي. اذا هاد اي فهي الوسط ديال هاد القطعه وتتبنى من الكوداج ديال لا فيغور. اذا التشفير ديال هادي تبنى هاد جوج شرطات وهاد الشرطه تتبين بان هاد المسافه من اي ل ا تساوي اي سي. اذا هاد اي فهو لو ميليو. اذا اي اي لو ميليو دو ا سي، ا جي اي سي كا سو كوب اون بي. اذا ا جي ها هي و سي كا تيتقطعوا في بي، اذا تيكونوا لواحد المثلث. إذن غادي نشوفوا الحالة الأولى كيفاش غادي نبرهنوا عليها. أول حاجة غادي ديروها نتوما هو تكتبوا ليكزيرسيس 20 دون لا باج 112 دون سو كا. إذن في هذه الحالة ديال هذا المثلث رسمته أنا بالخضر وما ديرهم بالأزرق ماشي مشكل. إذن إي إي ميليو دو أ سي، إذن فهاد إي فوسط هاد القطعة. إي جي إي باراليل أ سي بي، علاش هاد إي جي باراليل أ سي أ سي أ سي عفوا أ سي كا. اي جي باراليل ا سي كا ماشي سي سي كا، ها هي. علاش؟ لان سي تان باراليلوغرام، سي تان باراليلوغرام يعني متوازي الاضلاع، هاد الضلع موازي لهاد الضلع المقابل له. اي سي باراليل ا جي كا دابخي لو تيوغيم كيدي. اذا عندنا واحد المبرهنه تتقول لنا سي اون دغوات، الا كان واحد لا دغوات باس باغ لو ميليو دان كوتي. اذا هاد لا دغوات لي باس باغ سو ميليو دو سو كوتي، اذا هاد لا دغوات اللي هي اي جي elle passe par le milieu de son côté. Et est parallèle, si une droite passe par le milieu d'un côté d'un triangle, et est parallèle au deuxième côté. Vous voyez, si une droite passe par le milieu d'un côté d'un triangle, et est parallèle au deuxième côté, et dans le moisir de l'altané, alors elle passe par le milieu du troisième côté. Donc, il est intéressant de dire que c'est le milieu de la B. Nous avons la deuxième. La deuxième, je vais vous dire. A est un point du cercle de diamètre BC. Il est un point du cercle ou la daïra qui a le côté de la BC, le diamètre ou le côté. وعندها المركز ديالها هو او اي دو سونتر او. جي اي لو بي دو لا بيربونديكولير ا بي، اذا هاد جي فهو الاسقاط ديال هاد النقطه او على ا بي، اذا تتسمى الاسقاط العمودي ديالها، اذا فهي متعامده مع ا بي. وتلاحظوا بانه هاد المثلث اللي هو ا بي سي فهو مثلث قائم الزاويه للداخل. علاش؟ لانه انسكري دون لو سيركل وعندو ان كوتي اللي هو بي سي هو لو ديامتر ديالو. اذا بغيت تكتبوا نتوما الجواب ديالكم دون سو كا في الحاله الثانيه. لو تريونغل ا بي سي اي ريكتونغل، اذا هذا المثلث ا بي سي اي لي ريكتونغل يعني قائم الزاويه، لانه لو ديامتر ديال لو سيركل هو احد الاضلاع ديالو. اذا لو تريونغل ا بي سي اي ريكتونغل اون ا، اذا قائم الزاويه في ا. دونك OG هي لا دغوات OG، وعندنا كذلك لا دغوات OG اي بيربونديكولير ا بي.
إذا فهي متعمدة من خلال الصورة تتبين لنا بأن متعمدين لأن دارنا هذا الضلع هنا الزاوية فيها 90 درجة، إذا أو جي فهي باغالي بيربونديكيل يعني متعمدة مع لادغوات أبي، وكذلك أسي فهي متعمدة مع أبي. إذا جوج الخطوط ولا جوج المستقيمات متعمدين مع نفس الخط، هذه قريتوها في واحد الخاصية في السنة السابعة، السابعة تتقول لك بأنه سي دو دغوات سون بيربونديكيلار إن ميم دغوات ألوغ إل سون باغالي. دونك او جي اي باراليل ا ا سي. نعاودها لكم، الا كانوا جوج ديال المستقيمات متعامدين مع نفس المستقيم فهما متوازيان، اذا ما يمكنش يكونوا متعامدين مع نفس المستقيم ويكونوا يعني انهم تتقاطعوا، ما يمكنش، اذا خاصهم يكونوا متوازيين. اذا وكذلك عندنا ملي لقينا هذا متعامد مع هذا وهذا تيمر من الوسط ديالو، اذا ديك الخاصيه ولا ديك المبرهنه اللي تتقول لنا دابخي لو تيوغيم كي دي سي اون دغوات باس بار لو ميليو دو كوتي دان تريونغل، داكشي اللي درنا في الاول في هذه الحاله هنا. اذا سي اون دغوات باس بار لو ميليو دو كوتي دان تريونغل اي اي باراليل ا ان دوزيام كوتي، اذا كذلك وهي موازي. اذا هاد لا دغوات اللي هي او جي اي باس بار لو ميليو دو سو كوتي، تدوز من الوسط ديال هاد القطعه اللي هي بي سي، لان هاد المركز هو المركز ديال الدائره، اذا فهي في الوسط. اذا هاد لا دغوات اللي هي او جي تتمر من الوسط ديال هاد القطعه وموازيه كذلك لهاد القطعه، اذا خاصها تكون تتمر من الوسط ديال القطعه الاخرى. اذا دابخي لو تيوغيم كي دي سي اون دغوات باس بار لو ميليو دو كوتي دان تريونغل اي باراليل ا ان دوزيام كوتي الوغ اي باس بار لو ميليو دو تخوازيام، فهي تتمر من وسط القطعة الثالثة، دونك جي إي لو ميليو دو أبي. هكذا نكون انتهينا من التمرين 20، تقول التمرين 21 ولا 21، غادي نشوفو التمرين 21 أش يقول لينا. إذا التمرين تيقول لنا سي إي سي بريم سون دو سيركل دو ميم سونتر، إذا عندنا سي و سي بريم يعني دائرتين عندهم نفس المركز اللي هو أو، إي دو غايون ريسبكتيف هادي عندها القطع الشعاع ديالها جوج دو فيغفيل سانك، الأخرى 5 سنتيمتر. A et B sont deux points de C. إذن هاد النقطة A و B تنتميو للC، للدائرة C، تلك AB المسافة بين A و B هي 4 سنتيمتر. غادي نبين لكم الشكل كيفاش دير. ثم لي سيغمون أو A و أو B كوب ريسبكتيفمون C بريم أو A بريم و B بريم. إذن عدو ركزو مزيان قبل ما ديرو تتفهمو يعني المعطيات، عاد تدور تترسمو، قالك فيغ أون فيغور يعني رسم لنا واحد الشكل. وكو بوتون دير دي دغوات ا بي ا بريم بي بريم، ما بدا يمكن ان نقول على دغوات ا بي ولا دغوات ا بريم بريم بي بريم. اذا اول حاجه غادي نديرو جو في بغيت تكتب نتوما، اول كنت نقول لكم كنت نقول دائما كتب ليكزارسيس 21 دون لا باج 112 جو في اون فيغور. اذا يعني ارسم مشكلا، اول حاجه بغيت دير واحد الدائره، بغيت دير واحد النقطه هو الاول او، تدير واحد الدائره الشعاع ديالها 2.5 اللي كتبتها هنا، دير الدائرة الأولى ثم تدير الدائرة الثانية اللي فيها الشعاع ديالها 5 سنتيمتر، هنا تتبان لكم هنا 2.5 وهنا 2.5 يعني المجموع ديالهم 5 سنتيمتر. إذا هادي الدائرة الأولى الشعاع ديالها إلى بوغ غايون 2.5، لا دوزيام اللي هي سي بخيم لو سيركل سي بخيم إلى بوغ غايون 5 سنتيمتر. إذا وقال لك المسافة لا ديستونس أونتخ أ إي بي، قال لك المسافة بيناتهم هو 4، غادي نكتبها لكم هنا. إذن هاد المسافة من A لبي فيها 4 سنتيمتر، خلينا نكتب هي 4، إذن من A لبي كاينة 4 سنتيمتر. إذن أش قالك كو بوتون دير، إذن حنا رسمناها ياك رسمنا، إذن وتنمددو هاد لا دغوات هاد مادام هاد النقطة A تنتمي للدائرة سميتو سي و بي كذلك تنتمي لسي، تنمددوهم و البلاصة فين تتقاطع سميتو لا دغوات أو A مع لو سيركل سي بخيم تتعطينا أ بخيم، الاخرى تتعطينا بي بريم. اذا احنا حصلنا على نقطه ا بريم و بي بريم، هما بغيو يطلبوا منا هذه المسافه، عطاونا 4 وهذه الاخرى غادي نحسبوها. اذا كو بوتون دير، قال لك ماذا يمكن ان نقول عن هاد لا دغوات ا بي و ا بريم بي بريم، اذا ماذا يمكن ان نقول عن تيبانوا لنا متوازيين ولكن خاصنا نبرهنوا عليهم. اذا بغيت تكتب انت كو بوتون دير دي دغوات ا بي و ا بريم بي بريم، كونسيديرون تريونغل او ا بريم بي بريم، لنعتبر المثلث الكبير اللي هو او ا بريم بي بريم. اذا عندنا ا الوسط ديال القطعه، ا لو ميليو دو او ا بريم، بي ميليو ديال او بي بريم. اذا هادشي درناه في التمارين وعاودناه، انتم يركزوا معنا مزيان. اذا عندنا كتبنا ا اي ميليو دو او ا بريم،
A est milieu de O A prime, B est milieu de O B prime, et d'un autre B. Il y a le wasat idéal O B prime, la délai. Et d'un d'après la propriété 1, la droite AB est parallèle à A prime B prime. C'est-à-dire qu'on a de la propriété de la chasse, on a fait des tamarines. Parce qu'on a un hardina. Je te dis que la chasse, tu te dis que si une droite passe par les milieux, يعني مثلا تتكون عندنا واحد مستقيم تيمر من الوسط ديال الاضلاع ديال واحد ضلع عيني ديال واحد المثلث، اذا فإلى مرت من الوسط ديال هذا الضلع والوسط ديال الضلع الثاني، اذا عندما نمددها تتكون موازيه للضلع الثالث. اذا هادشي اللي قلنا هنا. اذا دابخي لا بروبريتي 1 لا دروات ا بي اي باراليل ا بريم بي بريم. هما طلبوا منا نحسبوا قال لك كالكولي لا ديستونس، طلبوا منا هنا قال لك كالكولي لا ديستونس ولا لونغور ا بريم بي بريم. اذا كيفاش غادي نديروا ليها؟ تبقوا تيوريم دو تاليس لا تيوريم دو بروبورسيوناليتي تكتبوا نتوما ابليكون لا تيوريم دو تاليس. تتكون عندنا المسافه الصغيره دائما على المسافه الكبيره او ا على او ا بريم تساوي لنا او بي سور او بي بريم تساوي لنا ا بي سور ا بي بريم ا بريم بي بريم. وهذه هي علاش نقلبوا. اذا تتساوي ان دومي. علاش ان دومي؟ لانه هذيك الخاصية هنا طبقنا على هادو تيم هاد الخطوط المتوازية تتمر من الأواسط ديال الأضلاع. إذا ثلاثي نيفي هذا تيعني لنا بأنه أ بخيم من خلال هادشي اللي لقينا في الآخر أ بي سيغ أ بخيم بي بخيم تيكالا أن دومي، دونك أ بخيم بي بخيم تيكالا دو فوا أ بي، تنضربو هادي في هادي وتتعطينا هادي مضروبة في هادي هي أ بخيم بي بخيم. إذا وعندنا أور أ بي تيكالا 4 سنتيمتر، إذا أ بخيم بي بخيم تيكالا 8 سنتيمتر. وهكذا نكون جبنا عند التمرين 21. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، إذا أعجبكم تركوا لنا تعليقا جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.